الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مما لا شك فيه أن للخط العربي دور كبير وأهمية كبيرة في إثراء هذه الأمة من جماليات الفنون عموماً، وعلى رأسها الفن الإسلامي طبعاً. والخط العربي يمثل سمة حضارية من أروع السمات التي عهدناها، ولقد تسابق الأولون إلى إتقان هذا الفن الذي له ارتباط بكتابنا العزيز ألا وهو القرآن الكريم، وهو مقترن بلغتنا العربية الجميلة، لا بل هو البساط السندسي الجميل لهذه اللغة، وهو الحديقة الغناء لهذه اللغة، وكما قلت هو الهوية كذلك. لكل أمة هوية تعتز بهذه الهوية، والخط العربي أحد أبرز الهويات الإسلامية العربية. وإذا رجعنا إلى ما قبل 1300 سنة تقريباً، نجد أن الخط العربي كان له دور كبير في إثراء هذه الأمة، طبعاً معروف لديكم أن أقدم الخطوط هو الخط الكوفي، وسمي بالخط الكوفي نسبة إلى الكوفة، ولكن إذا رجعنا إلى الخلف أقدم من ذلك نجد أن الخط كان يسمى الخط الريحاني، يعني خليط من خط النسخ وخط الثلث. ولكن إذا رجعنا مرة أخرى إلى الخط الكوفي نجد أن الخط الكوفي كان ينقسم إلى قسمين، الخط المدني والخط المكي. وكان في البداية الخط الكوفي يميل إلى الزوايا الحادة، وأجري له تحوير بسيط بحيث بدل أن تكون الزاوية قائمة بدرجة 90 درجة أصبح فيها تدوير، وسمي بالخط اللين، يعني كان يسمى الخط اليابس وسمي بعد ذلك الخط اللين. أنا أأمل من إخواني أن يدونوا الملاحظات، ضروري جدا أن تدون الملاحظة يعني حتى تحصل الفائدة. بعد ذلك في أواخر القرن الثالث الهجري ظهر اسم ولمع اسم، وهذا الاسم هو محمد بن علي بن مقلع الوزير العباسي، ولد عام 272 هجرية. هذا الفنان الملهم وضع القواعد لخطي الثلث والنسخ. كان الخط ما قبل بدون ضوابط وبدون قواعد، فلذلك سمي الخط على عهده بالخط المنسوب، الخط المنسوب. اعتمدت النقطة وأجزائها، النقطة والنصف نقطة والربع نقطة،
كميزان للحرف. يعني على سبيل المثال نحن الآن في خط الرقعة، الرقعة مثلا الألف ثلاث نقط، فوضعت النقطة كميزان للحرف ليستقيم الخط، كما أن للغة العربية ضوابط وقواعد، مرفوع ومنصوب ومجرور وما إلى ذلك، فكذلك الخط العربي له ضوابط وقواعد. بهذه الضوابط والقواعد يكون الخط أو العين تستحسن جمال هذا الخط. وكافأه الخليفة العباسي، جعله وزيراً، وعلى مدى ثلاث عهود، لا نريد أن ندخل في التفاصيل. وابن مقلة موجود في، أنا كتبت نبذة مختصرة في الكراسة، موجودة في كراسة الرقعة، نبذة مختصرة عن ابن مقلة. وجاء بعد ابن مقلة ابن البواب، وجاء بعد ابن البواب ياقوت المستعصمي. كان الخط حقيقة في السابق له أهمية كبيرة، يعني وكان الخطاط يحظى بالتقدير والاهتمام، وكما قلت يعني تقديرا لابن مقلة الخليفة العباسي عينه وزيرا. وكان طبعا الخطاط كان يهدف، أو الهدف الأول له أن يتشرف بكتابة القرآن الكريم. كما قلت جاء بعده ابن البواب. ابن البواب طبعا كان إلى جانب أنه خطاط، كان مزخرف وكان مزوق وكان شاعر وكان فقيها وأديبا وكان حافظا للقرآن وكان نحويا وجمع علوم كثيرة وكان خازنا للكتب. بعد ذلك جاء ياقوت المستعصمي. ياقوت المستعصمي طبعا أضاف إلى الخط أقلام جديدة وأساليب متنوعة، وأصبح وسمي على عهده بقبلة الخطاطين. الخط استمر في التطوير والضبط، وانتقل طبعا من بغداد إلى بقية الأمصار، وانتقل إلى تركيا وإلى مصر وإلى المغرب وإلى عموم البلدان الإسلامية. ظهر في طبعا في تركيا، تركيا اهتمت حقيقة بالخط العربي اهتمام كبير، وكان أغلب السلاطين يتتلمذون على أيدي الخطاطين. آخر السلاطين أو قبل آخر السلاطين السلطان بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية. بايزيد الثاني رغم الانشغال والفتوحات على عهده، طبعا فتحت دول البلقان وإلى حدود فرنسا، أراد أن يتشرف بتعلم الخط العربي. قال: من أريد أن أتعلم هذا الفن الجميل؟ سألوا عن أفضل خطاط في تركيا، قالوا له أن الشيخ حمد الله الأماسي هو أفضل خطاط. قال: أبلغوه إما أن أذهب إليه أو يأتي إلينا. قال الشيخ حمد الله الأماسي: قال أنا أذهب إلى الخليفة أو إلى السلطان عفوا. وجاء الشيخ حمد الله الأماسي، قالوا: يا مولانا، هذه القصة يعني لطيفة وجميلة، وبنفس الوقت تعطي انطباع على أهمية الخط العربي واهتمام السلاطين والملوك والخلفاء والوزراء بهذا الفن الجميل، الذي مع الأسف يعني
أهملناه رغم الأهمية لهذا الخط سواء في مدارسنا أو في عموم حياتنا. قالوا: يا مولانا، الشيخ حمد الله الأماسي في الباب، فقام من مقامه السلطان وذهب مهرولا، واستقبله بذلك تلك الحفاوة والتكريم وأجلسه في صدر المجلس، وبدأ بأخذ الدروس من شيخه، ووصل إلى درجة يكاد أن يكون منافس للشيخ. قال الشيخ ذات يوم: يا مولانا، أعتذر عن المجيء. قال: لماذا؟ قال: أريد أن أعتكف على كتابة القرآن الكريم. قال: أن أأتي إليك وأأخذ الدرس وأقفل راجعا. هكذا ورد في السيرة: ويحمل عدته السلطان بايزيد، ويحمل عدته بيده، يتشرف بحمل القلم والحبر والورق، ويذهب إلى شيخه ويجلس جلسة القرفصاء وهو السلطان، ويأخذ الدرس ويقفل راجعا إلى أدراجه. الخط طبعا استمر في التطوير، انتقل من بغداد كما قلت إلى تركيا بعد هجمة التتار كما تعلمون، وتواتر الخطاطون، وآخر خطاط في تركيا حقيقة هو طبعا بعد حمد الله الأماسي، وجاء ابن الراقم، وخطاطون كثر، جاء حامد الآمدي، وهو خلاصة الخطاطين الأتراك. وليرجع الخط مرة أخرى إلى بغداد على عهد هاشم محمد البغدادي. طبعا اشتهر خطاطون كثر في العالم العربي والإسلامي، في مصر اشتهر أكثر من خطاط، على رأسهم سيد إبراهيم رحمة الله عليه، ومحمد عبد القادر، وأنا طبعا زرت مرتين حقيقة رحمة الله عليه، وفي المغرب وفي دول كثيرة انتشر يعني الخط حقيقة، وعاد مجده، و يعني هذه المقدمة هي خلاصة لهذا الفن أو تعريف بهذا الفن، آملين أن تتحقق الفائدة. لكن هو طبعاً توجهنا الآن في هذه الدورة هو تحسين الكتابة، لأن الدورة 6 أيام ابتداء من هذا اليوم، فنحرص على أن يعني على أن حقيقة الخط الكتابة وليس الخط نجد فيها تدني. يعني مع الأسف المدارس في السابق كانت تهتم بالخط العربي، توجد الكراريس والطالب يحاكي الخط الموجود في الكراسة، فأصبح مع الأسف الآن تدني يعني في مستوى الكتابة. طبعا الكتابة لا يمكن أن تتحسن إلا بعد معرفة الضوابط والقواعد للخط العربي. فتوجهنا في هذه الدورة هو تحسين الكتابة. والخط الجميل كما قيل حلية الكاتب، والخط الحسن القول منسوب إلى الإمام علي كرم الله وجهه، الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. الخط حقيقة لما يكون جميل يستحسن المشاهد ويستحسن القارئ، فنأمل أن تتحقق مرة أخرى الفائدة. والتدريب طبعا مهم جدا حقيقة، كثرة التدريب له أثر كبير في تليين اليد وفي ضبط القاعدة. وطبعا لما نقول التدريب وفق هذه القواعد وبدون استعجال مع مراعاة النسب والضوابط. قبل أن نأخذ الدرس
يعني أي استفسار، يعني حاضرين سؤال استفسار نعم تفضل. حال طبعا هي القصبة لا زالت الآن هي السيدة في الكتابة، يعني منذ 1400 سنة القصبة موجودة، وإلى الآن القصبة هي القصبة، هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للكتابة. ليش؟ لأن فيها القصبة الذي هو القصب من القصب. طبعا القصب له أنواع كثيرة، لكن أفضل الأنواع هو القصب الفارسي. القصب الفارسي طبعا يمتاز بلون البني الغامق وبقشرته الصلبة الطرية، لكن والقصب الفارسي عادة يكون رفيع، وإن كان يعني متفاوت في الرفع، لكن يكون في العموم رفيع. لكن القصب الشرقي كذلك يستخدم للخطوط العريضة، لخطوط الجلي الكبيرة الواضحة. القصب الفارسي لا يفي بالخط العريض، نعم. لكن ظهرت أقلام في العصر الحديث، أقلام معدنية موجودة، ويمكن أن في الدرس القادم أن أأتي بنموذج ربما تجدوها في المكتبات. والقلم هذا المعدني له أسنان، أو البعض يسميها ريش، وإن كان هي الريشة غير صحيحة التسمية، لها يعني مثلا 1 مليمتر 2 مليمتر 3 وهكذا. علبة الأقلام فيها أحيانا 6 ريش أو 6 أسنان أو 5 أسنان أو 4 أو 3 أو 2، متدرجة في الأنواع. هذه حاليا يمكن أن تفي بالغرض المطلوب للتدريب، تفي بالغرض المطلوب. لكن الطريقة التقليدية هي للخط كما قلت، يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، القصبة والحبر التقليدي. الحبر يصنع طبعا في اليد، له طرق يعني كثيرة وعديدة في اليد، والحبر طبعا ويعطر الحبر حتى رائحته تكون طبعا يعطر. يعني هو الغرض كان الخطاط عندما يكتب القرآن يعني يعطر للحبر، والورق كان يعني ليس الورق العادي، ورق يصنع في اليد. الآن الورق جاهز، لكن الخطاط يحرص على أن يطلي الورق، نحن نسميه الورق المعتق، يعني من أجل أن يكون شكله يعني قديم. أفضل الألوان هو اللون البيج، اللي هو الأصفر الفاقع، يعني هذا هو أفضل الألوان وأريح الألوان للعين. طبعا الورق له طرق، يعني طرق الحديثة الحالية، يعني يلون الورق. طبعا اللون الأبيض فنيا مرفوض عند الخطاطين. ليش؟ لأن اللون الأبيض لون صارخ، هو ليس لون حار بارد، هو لا، لكن لون صارخ يؤذي العين، فيلون الورق. الآن طريقة بسيطة جدا، هو يعني احنا ان شاء الله ان كان مقدر لنا ان نلتقي بكم مرة اخرى، يعني يمكن ان نعمل ورشة كيف الورق الأبيض نعتق بالشاي، الشاي اللي يعني هذا بعد من فوائد الآن المختبرات أقرت بأن الشاي له فائدة، يعني فوائد ليس فائدة، لكن نحن نضيف فائدة بعد أخرى. الشاي هو لتلوين الورق، طبعا له طرق يعني أخرى كثيرة. كما قلت يعني القصب هو اللي يعني تاريخه من 1400 سنة أو أكثر،
والورق هو الورق والحبر هو الحبر. يعني هذا اللي جرى عليه الخطاطين أو الخطاطون. في سؤال يعني تفضل. السلام عليكم. نعم. 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 يعني هو الكمبيوتر لا يتعارض حقيقة، نعم له تأثير مباشر على هذا الفن، نقر بذلك، لكن نجد الآن، نجد أن اللوحة الفنية يعني أخذت اهتمام كبير. يعني مثلا هنا في الشارقة كل سنتين يقام معرض دولي ويسمى الملتقى، ملتقى الشارقة الدولي لفن الخط العربي، كل سنتين يقام. السنة القادمة في شهر 3 يقام هذا الملتقى. يوجد في شهر رمضان ضمن مهرجان الفنون تقيم دائرة الثقافة والإعلام معرض للخط العربي. يعني الخط العربي اللوحة الفنية وفق ضوابطها وقواعدها، طبعا هناك كذلك يعني أكثر من مجال للعرض، لوحة الحروف وفي مجال الحرف الطباعي. لكن أرجع وأقول الكمبيوتر رغم تأثيره المباشر على هذا الفن، لكن الحمد لله بقي هذا الفن. لكن الآن كيف يعني طلاب، خاصة طلاب المدارس، كيف يحافظون على الأداء الكتابي ويكون خطهم جميل؟ طبعا هذا يعني ونذكر بأن يوجد معهد للخط العربي أو مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة تابع لدائرة الثقافة والإعلام. يعني هذا المركز يقيم دورات، طبعا أنا تشرفت بإدارته، يقيم دورات، الدورة 3 أشهر لمن يريد أن يتعلم فن الخط، ودورة مبتدئة ودورة متقدمة 3 أشهر أخرى، ويمنح شهادة مصدقة من دار الثقافة والإعلام. هاي لمن يريد أن سواء أراد أن يحترف هذا الفن أو تكون له على الأقل كخلفية. يعني إذا إن كان مثلا هو مدرس للغة العربية، مع الأسف مدرس اللغة العربية الآن أغلب المدرسين يفتقرون إلى المعلومات والمبادئ الأولية للخط العربي، قواعد الخط العربي. يعني هو أستاذ اللغة العربية، لكن شيء جميل أن يكون كذلك أستاذ للخط. كما قلت الخط مقترن باللغة العربية. يعني قبل الكراسة كانت الخط والإملاء،
الخط والإملاء. نعم، فهذا المركز حقيقة يفي ويلبي الحاجة لمن يريد. نعم، تفضل. إيش في هذا ال يعني؟ طبعا الكراسة موجودة عندكم، طبعا هو خط الرقعة كما قلت. التوجه في هذه الدورة هو تحسين الكتابة، تحسين الكتابة طبعا وفق الضوابط والقواعد، يعني الكتابة العادية كيف تكون الكتابة يعني جميلة. نعم الفترة هي قصيرة، قصيرة جدا قصيرة، لكن نأمل أن يعني تخرجون بالفائدة. طبعا يعني منهجيتنا هو الكتابة على السبورة، هو طبعا الطريقة المثلى والعملية هو أن يكتب الأستاذ أمام الطالب السطر، الطريقة التقليدية وموجودة في المركز، مركز الخط العربي بهذه الطريقة، والطالب يحاكي ما كتبه الأستاذ. نحن الآن سنكتب على السبورة لأن العدد ما شاء الله كبير الآن، اللي سجلوا قرابة 150 دارس ودارسة، وتكتبون يعني على ضوء ما أكتبه أنا على السبورة، وأنا أتجول أنا بينكم إن شاء الله لأي إشكالية، أو يعني ليس بوسعنا أكثر من هذا. نعم طبعا هو الخط بلا شك هو موهبة بالدرجة الأولى، موهبة يعني، لكن كذلك هو مهارة مكتسبة، هو كأي علم من العلوم يؤخذ بالتلقي وكذلك ب، لكن هو الخط يعني مثل إذا أتينا إلى أحكام التلاوة لابد من التلمذة على الشيخ، هناك حروف يعني تخرج من الشفاه، هناك حروف حلقية، هناك حروف لابد من وجود الشيخ، مخارج الحروف حتى يعني هذا الخط كذلك لابد وأن يكون يعني الأستاذ موجود والطالب يعرف كيف يمسك القلم، طبعا ليس القلم العادي، القصبة فيها الحالة، درجة ميلان القصبة، الابتداء، الانتهاء، يعني توجد أسرار كثيرة في الحرف، فلا بد أن يكون يعني يتتلمذ الطالب على يد شيخ. الكراريس موجودة الآن، يعني هي يمكن أن تكون عندك خلفية ويكون خطك حسن، لكن تغيب عنك أسرار كثيرة في معرفتها من قبل الشيخ أو الأستاذ. فهو طبعا موهبة ومهارة مكتسبة. نعم في سؤال بعد آخر؟ نعم تفضل. على اعتبار الرقعة أغلب يعني أغلب الناس الذين يكتبون الكتابة العادية بخط الرقعة. نعم أنا من خلال خبرتي وتجربتي الطويلة أجد أغلب الخطوط العادية خليطة أحياناً رقعة ونسخ. ليش؟ لأن الطالب عينه ترى الحرف المطبعي نسخ. الكراسة مثلاً ربما في المدرسة خط الرقعة، لكن بما أن خط الرقعة هو أيسر الخطوط يعني بعيدة عن التشكيل والتزيين، النسخ فيه تشكيل وتزيين، لكن هو النسخ يأتي بعد الرقعة، لكن الرقعة أغلب الأشخاص الذين يكتبون الكتابة العادية بخط الرقعة.
ستكون الدورة إن شاء الله القادمة بخط النسخ إن شاء الله تعالى، ونأمل أن يكون إن شاء الله عسى ولعل أن نوفق في أن يكون الوقت أكثر من هذا العامل الزمني أكثر من أجل أن تتحقق الفائدة. هل من سؤال آخر؟ نعم تفضل. نعم نعم فيها صحيح. نعم لا لا هي فيها نعم فيها 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 نعم فيها فيها أخطاء. نعم نعم فيها أخطاء أي نعم وقعت هذه الأخطاء. نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك. في استفسار سؤال آخر؟ الآن نبتدأ ومن الله التوفيق والسداد. نعم نعم هو يعني احنا كحقيقة ملاحظة، يعني في البداية كان التوجه على أن تكون الدورة فنية، يعني الكتابة بقلم الخط، ولكن بعد ذلك التوجه مال إلى تحسين الكتابة، يعني على اعتبار تحسين الكتابة يعني رأي المنتدى هي الأهم حاليا. فهي احنا طبعا من أجل أن يكون خطنا أو كتابتنا العادية كتابة حسنة جميلة لابد أن تكون وفق الضوابط والقواعد، يعني لابد وأن أعرف حرف الألف كيف يعني يكون امتدادا، كم نقطة ميلانة، الباء، التاء، الثاء، النون، وهكذا. الذي أراه بأن بما أن الفترة قصيرة جدا ندخل في النصوص مباشرة. الكراسة موجودة أمامكم يمكن التدريب عليها في البيت على الحروف المفردة وربط الحروف، فندخل في النص من أجل الاستفادة من الوقت. يرحمك الله. من أجل أن تتحقق الفائدة سنعرج على يعني على الأنواع لكل حرف. مثلا عندما نكتب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هذا سين، هذا يكتب بها الطريقة، ويمكن أن يكتب السين مسنن بالأسنان. السن الثالث يرتفع، مع الأسف يعني أخطاء إملائية تقع، يعني بعض الطلبة يكتب ثلاث أسنان ويرتفع في الميم وهذا خطأ. الارتفاع هذا هو يكون السن الثالث ما قبل الميم. تفضل. نعم هو أنا فقط الآن يعني أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لأن لا أجد مصدرا.
نعم عفوا نعم 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 مناسب الآن. أنا فقط أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ذلك ندخل في صلب الموضوع. احنا نتمنى عاد هذه الحركة تأثر على كتابة الحرف. نعم. لا 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 ابدا اريح نفسك ماكو اشكال. ما في مسطره متر. طبعا الهاء في اسم الجلالة يمكن أن تكتب، طبعا هذه الهاء اللي هي المفتوحة وكل هاء المربوطة أو البعض يسميها المعقودة، فيجوز لنا أن نكتب اسم يعني الهاء أن تكون معقودة بهذه الصورة في الرقعة يجوز، الحالتين موجودة. طبعا لو نعيد اسم الجلالة اللي الأولى فترتفع فيها الحالة إلى الأعلى بعد ما وضعنا الخط. جزاك الله خير. طبعا الراء الزاي تكون على السطر، الكؤوس كأس النون كأس القاف كأس الشين كأس الصاد، جميع الكؤوس تكون في خط الرقعة على السطر، يعني عكس ما موجود في خط النسخ تحت السطر. في هالحالة طبعا نرتفع بالحاء للأعلى الرحمن، طبعا الرحمن وفق الخط القرآني أو ما يسمى الرسم العثماني. يمكن أن نضع الألف على نهاية النون تفضل. الخط الصغير اللي وراء شو لو تكبر الخط؟ الخط الصغير هو حسب الأرض. وأنا ليش أنا خابرته قلت له جيب لي ريشة عريضة، كل ما تجيب لي عريضة أحسن، بس حتى هذه هي مستعمل، هذا مسحوق الريشه مالته مو جديد. فانا الصبح كلمته انا كلمته الصبح اي قلت له جيب لي عريض،
لكن بالنسبة للعرض هذا ما أقدر أكبره لأنه راح يصير عندي خلل بالقياس منه. طيب. أي. معلش المرة هذه لأن أنا ملتزم بعرض القلم، فإذا إذا أكتب الحرف كبير راح يصير خلل بالنسب عندي، وبالتالي راح ينعكس عليكم والكتابة تكون غير منضبطة. فإن شاء الله الدرس القادم يكون قلم عريض بإذن الله تعالى. لاحظ نهاية الميم تنزل تحت السطر. الآن يعني ملاحظة حقيقة مهمة، نعرج على الأحرف اللي هي تكتب على السطر واللي تنزل تحت السطر، نتعرف عليها. نعم. الآن المحصرة مائلة ولا مستقيمة؟ الحروف التي تكتب على السطر، يعني نبدأ بالكؤوس، يعني عندنا السين، السين الغير مسنن، ويمكن أن نستخدم السين المسنن. نوعين للسين، النون على السطر، ويمكن أن يكون النون بهذا الشكل كذلك. عندنا الصاد، يعني هذه يمكن أن نقول الحروف التي تكتب على السطر. عندنا طبعا نفس الشيء،
عندنا القاف ويمكن أن نضع النقطتين فوق رأس القاف. طبعا النقطتين في خط الرقعة مدموجة ما تكون متفرقة، في خط النسخ تكون متفرقة نقطتين واحدة جنب الأخرى. نعم، يعني النقطتين في خط الرقعة مدموجة، يعني تلاحظ متصلة، يعني ما تكون بهذه الصورة. هذه في خط النسخ، هذه في خط النسخ، أما في خط الرقعة مثل هذه النقطتين. عندنا كذلك كأس اللام، كأس اللام يعني هذه الكؤوس جميع الكؤوس تكون على السطر بأجمعها، على عكس كؤوس خط النسخ. يعني لابد حقيقة مع الأسف احنا من الأشياء اللي نجدها عند الطلبة ما يميزون بين خط النسخ وخط الرقعة، فنجد في خط يكتب خط الرقعة الكؤوس تحت السطر، لا الكؤوس على السطر. الكؤوس الحروف اللي تحت السطر طبعا ما عدا الحروف اللي الآن اكتبها تحت السطر، ما عدا ذلك جميعا تكتب على السطر. يعني عندنا الحاء والخاء والجيم، نعم حروف جمعة، نعم 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 نعم. يعني عندنا الحاء، طبعا الحاء حاء خاء جيم حتى ما نكرره، والعين والغين نعم، لا لا هذه الآن تحت السطر، هذه ننتهي، هذه تحت السطر. يعني الكاتب دائما ينظر إلى آخر حرف، موقع آخر الحرف من السطر، فأنا نظرت إلى الراء آخر حرف يستقر على السطر، طلعت بالألف واللام والسين والطاء إلى الأعلى. طبعا العين والغين كما قلت، وعندنا الميم، يعني رأس الميم وصدر الميم إلى الأعلى ونهاية الميم إلى الأسفل. وعندنا الهاء الوسطية، الهاء الوسطية والهاء في آخر الكلمة رأسها يكون تحت السطر. قليل يعني هذه الآن اللي على بالي إذا سافرت اللغة العربية. نعم، لا الآن ما عدا هذه الأحرف جميع الأحرف على السطر، يعني الفاء الوسطية، القاف الوسطية، النون الوسطية، السين، الشين، كل شيء وسطي ما عدا ذلك، والذي يقع في آخر الكلمة يكون على السطر جميع الأحرف.
فقط هذه اللي هي تكتب على السطر وتحت السطر. طبعا الهاء فيها أشكال أخرى، يعني تكتب على السطر هذه، على السطر حاء شكل آخر، هذه نعرج عليها إحنا في أثناء الكتابة للنصوص. طبعا الكؤوس، كأس السين هو كأس الشين نفسه، كأس السين والشين هو كأس القاف نفسه، كأس السين والشين هو كأس اللام نفسه، كأس النون نفسه. الكؤوس هي يعني قياسها واحد. طبعا إذا أتينا إلى النسب سوف نضع ثلاث نقط، طبعا الآن ما أريد ندخل، بس لمجرد تعريج يعني سريع. يعني إذا أخذنا السين ووضعنا الميزان، ثلاث نقط امتداد السين. الكراسة طبعا مستوفية من حيث الميزان والنسب. الآن نكتب، قبل أن ندخل في النصوص، في استفسار حول الأحرف المفردة. طبعا لما نقول نحن الحاء والخاء والجيم الحرف المفرد، حتى عندما يكون في آخر الكلمة يكون كذلك تحت السطر. يعني مثلا كلمة حج، الحاء والجيم، طبعا الحاء الأولي أو نعم الحاء الأولي يرتفع إلى الأعلى، والجيم يكون تحت السطر، مثلا حج. وهكذا نفس الشيء فيما يخص العين أو الغين، مثلا كلمة بليغ فإذا العين والغين في مفردة أو في آخر الكلمة نفس الشيء، تكون تحت السطر إلا إذا كانت وسطية تكون على السطر. طبعا العين والغين تكون مغلقة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، قاعدة هذه ثابتة، إلا إذا وقعت العين في أول الكلمة تكون مفتوحة، مثلا كلمة عدل أو كلمة غالب تكون مفتوحة. أما في الوسط وفي آخر الكلمة قاعدة ثابتة تكون مغلقة. نعم، يعني طريقة رسمها، يعني عندنا هذه المرحلة الأولى وإلى الأعلى باتجاه اليسار المرحلة الثانية، هاي رقم واحد، هذه اثنين، ثلاثة، أربعة مراحل لكتابة العين أو الغين، وهذه رقم أربعة. يعني أعتذر القلم يحكمنا في يعني سماكة الحرف وكتابته. فإذا لا يكون العين والغين مفتوح. الفاء في خط الرقعة كذلك، إذا وقعت الفاء في أول الكلمة، الفاء والقاف تكون مغلقة، قاعدة هذه ثابتة،
الفاء والقاف في أول الكلمة، كلمة مثلا فاطر، تكون مغلقة، ونفس الشيء في القاف. أما إذا وقعت القاف في وسط الكلمة فتكون مفتوحة، فاء قاف، قاعدة ثابتة. وكذلك في آخر الكلمة، الفاء فقط، الفاء إذا وقعت في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة تكون مفتوحة، أما القاف فإذا وقع في وسط الكلمة مفتوح وفي آخر الكلمة مغلق. هذه القاف وسط الكلمة. لكن إذا كانت في آخر الكلمة تكون مغلقة. هذه يعني أنا أتمنى يعني الأخوة أن يدونون الملاحظات، إذا وقعت الفاء في وسط الكلمة وفي ليش؟ لأن المعلومة عندما تدون يرجع لها في حالة النسيان موجودة مكتوبة عنده، تتفلت من الذهن الآن خاصة المشاغل الكثيرة. نعم، الواو في جميع الأحوال مغلقة، إذا وقعت الواو في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة مغلقة، الرأس مغلق، عكس النس خط النسخ تكون مفتوحة الواو. نعم تفضل. الحروف، لأن الخط العربي وفق الرسم العثماني وليس الرسم الإملائي، يعني عندما نكتب هو وفق الرسم العثماني، رسم المصحف. نعم نعم نعم، إما أن نلتزم برسم المصحف في كل ما نكتب، وإما أن نترك رسم المصحف في كل ما نكتب. القاعدة عندنا تقول نعم، رسمان لا يعتد بهما، الرسم القرآني والرسم العروضي، فإما أن نلتزم بخط المصحف في كل ما نكتب، وإما أن نترك خط المصحف في كل ما نكتب. نعم، أن نأخذ شيئا ونترك شيئا آخر لا يصلح. لا لا، كلامك من حيث المبدأ العام سليم 100%، لكن عندما وضعت القواعد للخط العربي وضعت القواعد وفق الرسم القرآني أو ما يسمى الرسم العثماني. النقطتين الآن عندما نقرأ القرآن لا نجد نقطتين تحت الياء. نعم، فهو وفق الرسم، لكن نحن عندما الآن نكتب بالقلم العادي نضع النقطتين، لا توجد إشكال. لا يعني هو أنا إذا وضعت الآن النقطتين ضمن قواعد الرسم للخط العربي تكون غير مألوفة وغير ومستنكرة. أنا معك معك. نعم. طيب لماذا وضعت التنوين فوق الألف هنا مع أن التنوين في القرآن الكريم فوق الحرف الذي قبل الألف؟ إيش التنوين؟ نعم. مثل إيش التنوين؟ كل التنوين موجود هنا وضعته فوق الألف. نعم. ولم تتبع فيه خط
القرآن فتح المصحف. يعني أعطيني كلمة. عليما حكيما رحيما. نعم. كلها تضع التنوين بين قوس قزح الألف. كاتبا انظر في كل الكراسة. إذا كنت قد وضعت التنوين فوق الألف إذا انتبهت. هو اسمح لي. بعض التشكيل الرقعة لا يوجد فيه تشكيل إلا التشكيل الذي هو في الكاف. مثلا عندما نكتب الكاف إذا استخدمنا هذا الكاف نضع الهمزة هذه ضمن التشكيل. نضع الشدة أحيانا السياق اللفظي يقتضي لأن نضع الشدة من أجل أن لا يقع اللبس أثناء القراءة. كذلك التنوين نضع. أما هو لا يوجد تنوين في عموم الأحوال في خط الرقعة، لا يوجد تنوين سواء تنوين، طبعا التنوين فتح أو تنوين بكسر. نتكلم عن تنوين فتح. أنت الآن قلت لا تكتب حرفا وضعت التنوين فوق الألف. لا تكتب حرفا إيش؟ وضعت التنوين فوق الألف. نعم. هذا وفقا لإملائنا الحديث صحيح، وفقا للرسم العثماني غلط. نعم. التي من غير نقطتين وفقا للرسم العثماني صحيح. هي فقط النقطتين في الرسم في رسم أو الرسم الذي يعتمد عليه الخط العربي بدون نقط. أما يجوز لنا إذا اقتضى السياق اللفظي أن نضع الشدة، أن نضع التنوين الفتح، أن نضع المد من أجل التمييز ما بين مثلا همزة القطع وهمزة الوصل والمد. هذه نسميها تشكيلات الضرورة، للضرورة نضعها للضرورة ليس أكثر. وهذه التشكيلات التي أعيد فيها على الخطاطين يعني لماذا تفضل فضل لماذا تضعون هذه التشكيلات وتحركون الخط العربي؟ نعم نعم. لا نضع الشدة في اللغة العربية إلا إذا كان الحرف مشدداً أي مكون من حرفين. فإذا رسمت الحرفين لماذا أضع الشدة؟ نعم. أنا عندما أكتب كلمة الليل أو أكتب لفظ الجلالة الله لماذا أضع الشدة إذا رسمت الحرفين؟ نعم. أنا متى أضع الشدة؟ عندما أرسم حرفا واحدا وأقصد به حرفين. نعم. أضع الشدة في العربية. نعم. مثل إنما، نعم، إما، مثل علم. نعم. أضع الشدة فوق الحرف الذي أقصد به. نعم. حرفين. نعم. أما أرسم حرفين وأضع شدة صار فتح حروف. هذا خطأ من خطاطين. لا اسمح لي. الخط العربي وضعت له تشكيلات وتزيينات. يعني نحن عندما نكتب اسم الجلالة في خط الثلث لامين نضع الشدة. يعني هكذا اقتضت القواعد في القواعد لحروف، ليس لا نقول الحروف للتشكيل والتزيين. هذه قواعد الخط العربي. أنت تقول خطأ، لكن الذين وضعوا القواعد للخط العربي كانوا فطاحل في اللغة العربية. يعني عفوا ابن البواب جاء في القرن الرابع الهجري، تتلمذ على يد الحسن البصري وتتلمذ على مشايخ في اللغة العربية في النحو والصرف، فهو يعني هو فطحل في اللغة العربية. هكذا وضعوا القواعد. يعني من وجهة نظرك أنت تقول خطأ، لكن من وجهة نظرنا صحيحة ليس فيها عيب. يوسف ذنون التقيت به وتحدث معي بهذا. لماذا يضع هو وضع الشدة؟ هو نفس الخطاط. نعم. لا ليس تعويد، وإنما هذه الضوابط والقواعد للخط العربي. هاي الضوابط والقواعد، ولذلك نحن نميز ما بين التشكيل والتزيين.
يعني أساتذة في اللغة العربية أنا كثير ملتقي فيهم لا يميز بين التشكيل والتزيين، يقول ما هو التزيين؟ هو يقول لي هو التزيين هو التشكيل، أقول له لا، التشكيل يعني، وهذه يعني يجب أن نعرفها، التشكيل هو يعني للنقطة، مثلا النقطة، النقطتين، الثلاث نقط. الآن أنا أضع الثلاث نقط من أجل إفصاح الخط، خط النسخ، الشدة، تنوين، سواء فتح أو كسر، الهمزة، والهمزة سواء إذا كانت وسطية في الحالة أو في أول كلمة تكتب بهذه الصورة، كذلك المد، همزة الوصل، السكون، السكون إما أن تكتب بهذه الصورة أو تكتب بهذه الصورة، هذا تشكيل، تشكيل. التزيين، التزيين طبعا له ضوابط وقواعد، ليس عفويا أو عشوائيا أنا مثل حقيقة، لا بل أقول أنا أغلب الخطاطين التزيين ما يضع وفق الضوابط والقواعد، يعني يضع مثلا، يعني عندنا احنا في الـ في الـ في التزيين هذا تزيين، تزيين زين، تزيين بعد، نعم، كذلك الياء وكذلك الحاء والخاء والجيم وكذلك الصاد، لكن أنا متى أستخدم هذه؟ ليس يعني تكون يكون هدفي هو ملء الفراغ، وإنما أضعها في 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 الفراغ، في فراغها اللي يعني بحيث ما تكون أكو يعني أضعها في مكان غير مكانها المناسب، يعني فإذا هذا عندنا التشكيل. في خط الرقعة الثلاث نقاط متصلة طبعا، قاعدة هذه التزيين، طبعا التشكيل والتزيين هو في خطي الثلث، وانما ليس في خطي، في خطوط النسخ والثلث وخط الجلي الديواني نستخدم التزيين، اما التشكيل في هالكم هذا في خطي، وان حتى الجلي الديواني في خط، في خطوط الثلث والنسخ والجلي الديواني. في الرقعة لا يوجد تشكيل غير النقطة والنقطتين والثلاث نقط،
والهمزة، الهمزة هذه الهمزة، ما عدا ذلك لا يوجد تشكيل في خط الرقعة. نضع التشكيل أحياناً السكون ونضع الشدة لغرض التعليم من أجل أن يقرأها قراءة سليمة تجاوزاً نضعها. يعني كما قلت أحياناً السياق اللفظي يقتضي للمتعلم. أما بالنسبة لك يعني أضع لك النقطة والنقطتين والثلاث نقاط، لأن لسانك فصيح فلا تحتاج إلى 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 تشكيل. هي كراسة تعليمية، احنا لا بل احيانا يجتهد الخطاط يتجاوز القاعدة حتى في كتابة الحرف من اجل افصاح المعلومة للمتعلم. نعم، تفضل. لا أنا قلت نعم. فغير مستبعد أن دخل الكثير من المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين، وليس لقدم العهد يقدم القائل ولا لحتانيه يقدم المصيب، ولكن يعطى كل ما يستحق. نعم. فيعني حتى نصل إلى قواعد يرتضيها الجميع، نقول أن القرآن سنة متبعة. نعم يقينا. نعم بارك الله بك. هو لا يوجد خلاف أبدا على الرسم الذي اتفق عليه الخطاطون في سواء كان تشكيل أو التزيين. يعني التزيين هو تزيين له ضوابط وقواعد، لكن لا يخضع إلى ضوابط اللغة العربية سواء كانت إملائية أو نحوية أو ما إلى ذلك. لكن لا يوجد خلاف أبدا، يعني القواعد هذه، يعني قواعد التشكيل متفقة مع الرسم القرآني، أبدا لا يوجد تعارض، لا يوجد. لكن توجد هناك آراء، يعني أنا لأول مرة أسمع بأن على ما ذكر الأستاذ الكريم بأن الأستاذ يوسف ذنون هو زميلنا وصديقنا بأن هو يقول خطأ. إذا كان أنا إن كنت أقرب الخطأ، كيف أنا أعمل الخطأ؟ يعني هذا نقيض ما 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 يعني ما أنا أقول هذا خطأ يعني وأنا أرتكب الخطأ، هذه بعد تكون أكبر يعني من نعم. 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 في ناس يقتضون بهذا يعني يمنع هذا. يعني هو صحيح. هو الخلاف، أنا يعني الخلاف في الكتابة العادية ليس أكثر. يعني أنا في الكتابة العادية يمكن أن أضع النقطتين لأجل أن أميز مثلاً ما بين الألف المقصورة أو الياء أو يعني لإزالة اللبس. يعني مثلاً في كلمة ندى بالألف المقصورة، يعني طيب إذا أضع النقطتين راح يكون يتغير المعنى في هالحالة. لكن أرجع وأقول في الكتابة العادية لإزالة اللبس ما في بأس أن أضع النقطتين. لكن أنا إذا كنت ملتزم بالضوابط والقواعد وفق الرسم المصحفي أو القرآني أو العثماني ما أضع النقط. أنا عندما أكتب الكتابة العادية ما أضع النقطتين، للمتعلم أضعها. عفوا الأخ السائل، نعم أخ ماد السائل، نعم. نعم. الخلاف في القاعدة، في البحث بالمثال ليس من شأننا، ولكن
هو البحث في القاعدة. فمسألة النقطتين أو ضرب النقطتين هذه ليست، ولكن نحن لو اتفقنا على قاعدة لاستفقنا من نعم القاعدة ثابتة. ثابتة القاعدة. هو القاعدة التي يقول بها أن القرآن سنة متابعة وغيرها لابد أن تكون هناك في ذلك. نعم. وإلا كما يقول الأخ الآن مجمع اللغة العربية ومجمع اللغة في العراق وفي مصر وفي الشام، الخلاف حتى الآن موجود، وهذا ما قاله العلماء حتى في العصر الحديث، يطالبون بتوحيد الكتابة الإملائية. نعم. حتى تكون لنا قاعدة يتفق عليها. نعم. فأما كلمة دادا بالألف أو هذه يعني لا نبحث فيها، نبحث في القاعده. هي عفوا القاعده هذه فيما يخص النقطتين الان اللي الجدل دار حولها، هذه يعني موجوده وضعت من وقت التابعين، ما تقول اليوم والبارحه يعني. فاتفق على ان لا توضع نقطتين تحت الياء من عهد التابعين يعني. فالإمام أبو حنيفة تابعي، حسن البصري تابعي، من ذاك الوقت يعني أساتذة محمد بن علي بن مقلة الوزير العباسي عنده أساتذة، لكن هو وضع القواعد كانت تكتب الياء بدون نقطتين وفق الرسم القرآني. نعم يعني خلنا نخرج من هال حتى ما وإن كان الفائدة نستفيد. نعم وهذا رأيي طبعا، لذلك قلت نخرج. نعم نعم، لكن هي يقينا فيها فائدة يعني هذه. نعم هذا موضوع آخر حقيقة، هو نعم نعم موضوع آخر، موضوع آخر. نعم نعم نعم، لكن حصلت الفائدة إن شاء الله. نعم فيما يخص الآن خط الرقعة قبل أن ندخل في النصوص، هل توجد يعني أسئلة مثلا يعني الحروف اللي على السطر اللي تحت السطر، بعض الأحرف الوسطية مثلا، ربما أحيانا أثناء ما تعودنا في الكتابة العادية نقع بإشكالات كيف تكتب هذه يعني نمر. نعم فضل وجزاك. لا هو يفترض من أجل أن تستقيم كتابتي العادية وتكون جميلة تكون مستوفية للشروط والضوابط اللي هي في فن الخط. ولذلك حقيقة أنا أميل دائما إلى أن المتعلم يجب أن يعرف القواعد، يجب أن يعرف القواعد، فإذا عرف القواعد يسهل عليه في الكتابة العادية. فتحديداً لسؤالك تنطبق القواعد على الكتابة العادية نفس الشيء. نعم الآن الصلاة يعني نرجو الأسئلة تكون ضمن الدرس. نعم بالنسبه لنهايه الحروف، نهايه الحروف بالنسبه لحرف الجيم والحاء والعين، نعم ورسم الراء والواو والكسر، عفوا الواو والراء، الواو والراء في نهايه الحرف، اي على السطر، هي على السطر، بس كيفيه الرسم يعني اذا وضع الان هذا الراء يعني نفترض الآن السطر الأستاذ ماجد ما أدري أشر لي، ممكن أن تعرف لي إيش رأي الأستاذ ماجد؟
معلش أشر لي ما فهمت الإشارة مالته. فسؤالك يعني الفاء والراء، الواو والراء في 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 نهاية الكلمة. نعم يعني مثلا إذا قلنا كما ذكر الأخ الكريم نور على نور، لاحظ طلعنا بالعين للأعلى من أجل أن فاستقر الألف المقصورة على السطر. يعني هذا فيما يخص الواو. يعني عندك استفسار آخر لحرف آخر موقع من السطر؟ اللام. لا لا هذه اللام نهاية اللام تكون على السطر. وكذلك إذا كانت في يعني آخر السطر، مثلا بلاغ على السطر. نعم نعم لا لا النقطة حسب الفراغ الموجود، وكذلك يراعى الجانب الجمالي. يعني عادي ماكو إشكال، لكن هي أنت كيف تضعها على السطر؟ ما هي الباء على السطر راح تكون تندمج معها نقطة الباء. ما هي عندك الباء على السطر، لا يمكن أن تكتبها على السطر. إذا وضعناها على السطر راح تجي مدموجة معها. لا أنزلها تحت شوية، أكو سعة بالموضوع. نعم أكو بعض الكلمات حقيقة أثناء الكتابة العادية يعني أحيانا يحتار الشخص الذي يكتب. مثلا كلمة الحجج حاءات ثلاثة متتالية، فكيف يعني موقعها على السطر؟ دائما قاعدة هذه عندنا ثابتة، أنظر إلى آخر حرف موقع من السطر. فإذا يعني على سبيل المثال أريد أكتب هذه الحجج، هذه هذه وسط الهاء هي الفاء الوسطية. هذه الحجج يمكن أن أبدأ من الأعلى، لابد أن أطلع للأعلى.
طيب في هالحالة الألف وين؟ أنا حسبت حساب أن أخلي الألف تحت ولكن لم أصيب في التقدير. إذا وضعت الألف على السطر للأعلى هذه الحجج، فلاحظ أن طلعت الأعلى من أجل أن تستقر الجيم على السطر، الجيم اللي في آخر الكلمة، يعني هذه لاحظها، وكذلك بقية الكلمات التي فيها كرسي عالي من الأحرف. نعم. وكذلك إذا جاءت هائين أو ثلاث هاءات وليس هائين، أراعي السن الأخير للهاء أو الحركة الأخيرة للهاء تكون تحت السطر كما قلنا، بأن الأحرف التي تحت السطر من ضمنها الهاء المفتوحة. نعم. هذه المرحلة الأولى وهذه المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. هذه طبعا هي الفاء أو القاف الوسطية، سواء كانت فاء أو قاف. نعم. عفوا، باء الفاء دائما مفتوحة. نعم دائما مفتوحة. نعم، يعني أنا إما أن أستخدم هذه أو أستخدم هذه الهاء. أستخدم هذه الهاء، هذه بعد تكون تحت السطر، إلا إذا جاء قبلها حرف أو حرفين مرتفعة فيمكن أن أرتفع فيها حسب مقتضيات موقع الحرف من السطر. نعم، مثلا بهم. نعم بالضبط. بهم، أو أكتبها بهم شكلها الآخر، يعني نلاحظ. نعم، رقعة كرقعة، رقعة الآن إحنا في الرقعة. نعم، لاحظ إحنا الهاء خرجت عن القاعدة اللي هي نعم تكون على السطر، وإنما لكون قبلها إجا حرف وبعدها إجا حرف نازل فأطلعت فيها الأعلى. نفس الشيء مثل كذلك الحاء والجيم الوسطي يفترض يكون على السطر بالوضع الاعتيادي، لكن مقتضيات التركيب
استوجبت لي أن أطلع بالحرف أو الكلمة للأعلى. الصلاة نبهونا أنتم لما يقرب الموعد. جزاكم الله خير. نعم. نعم. الحجج. نعم. ما طيب، ما هي موجودة الكلمة الحجج، لا نستطيع أن نختصر منها. نعم، يعني نتوقف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الآن قرب وبعد المغرب إن شاء الله لنا لقاء. الباء والتاء والثاء. الشكل الأول، السن من الأسفل إلى الأعلى. باء أو تاء أو ثاء. يسمى الباء تاء ثاء، يسمى حوض وليس كأس. الكأس من الكأس عميق، الكأس الحوض عريض، سين شين صاد كأس نسميه، أما هذا حوض، حوض الباء. الشكل الآخر، الرأس من الأعلى. نفس الشيء، باء أو تاء أو ثاء. الرجاء يعني غلق الهاتف من أجل أن ما يكون تشويش على الآخرين، مع الشكر والتقدير. السهم يشير إلى المرحلة واتجاه المرحلة، مرحلتين. الآن إذا نأتي إلى الكاف، الكاف متكون من الألف، الألف طبعا الألف من الأعلى إلى الأسفل. هذه إذا كانت مفردة من الأعلى إلى الأسفل، أما إذا كانت متصلة كأن نقول باب، فتكتب فيها الحالة من الأسفل إلى الأعلى. من أجل أن ما ندخل بالتفاصيل، يعني هو ليس فن الخط، لكن نعرج ما بين فن الخط، من أجل هو تحسين كتابة بالدرجة الأولى هدف الدورة. النقط والميزان موجودة في الكراسة، يعني طول الألف، عرض الباء، وهكذا بقية الأحرف. عندما نأتي إلى الكاف، الكاف متكون من الألف زائد حوض الباء أو التاء أو الثاء، ندمج الاثنين يصبح عندنا الكاف. ها الألف مع حوض الباء أو التاء أو الثاء، يكون عندنا الكاف. فإذا مرحلتين الكاف فيها الحالة، يكون المرحلة الأولى الألف والمرحلة الثانية من اليمين إلى اليسار، مرحلتين الكاف. عندنا شكلين الكاف، شكلين الكاف الاعتيادي هذا المألوف والكاف الملفوف.
متكون من الألف زائد الحوض زائد هذه المرحلتين. هذا كاف شكل آخر. فإذا مرحلة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. الرابعة قريبة من حرف الدال، قريبة. نعم. مرحلة ثالثة فوق منتصف الألف إلى تحت الألف. إلى تحت. يعني عندنا ويمكن أن إذا يمكن أن نجعلها خمس مراحل. يعني إذا أردنا أن نفصلها أكثر تكون فيها الحالة هذه الخامسة. الخامسة. الكاف. نلاحظ أن الأحرف بعضها أحياناً بعضها يكمل الآخر، وإذا أتينا إلى الدال نلاحظ أن الدال متكون من بداية من المرحلة الأولى للباء أو التاء أو الثاء اللي في سن زائد المرحلة الثانية. الدال، دال أو ذال. فإذا هو بداية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية منتصف الحوض تقريبا. الآن لو نريد أن نصل ما بين هذه الأحرف نكون منها كلمات. كما قلنا الألف المفردة من الأعلى إلى الأسفل إذا اتصلت بحرف بعدها تكون من الأسفل إلى الأعلى، كما في كلمة مثلا باب. باب من الأسفل إلى الأعلى، ووضع هذا الشرط من الأسفل إلى الأعلى لغلق المساحة أو المسافة عفوا من البداية. يعني لو أنا أريد من الأعلى إلى الأسفل ربما التقدير يجي غير مضبوط، مثلا كأن يجي بهذه الصورة، وبالتالي يكون الحرف غير منضبط من حيث القاعدة. فإذا من الأسفل يعني إلى الأعلى. مرحلة أولى، مرحلة ثانية. الباء لها شكلين بدون رأس ومع الرأس. يجوز لنا في الحالتين. يعني الآن عندما كذلك يعني إذا أردنا أن نكتب كلمة باب استخدمنا هذا الباء، أو نستخدم هذه الباء ونستخدم يمكن أن هذه الباء بدون رأس، ويمكن أن تكون هذه الباء مع الرأس وهذه بدون رأس. يجوز، يجوز لنا. الآن نربط الباء مع الكاف. نربط الباء مع الكاف. نفس الحكم الرأسين يجوز لنا مع الكاف من الأسفل إلى الأعلى، ونفس الحوض
السابق حوض الباء أو التاء أو الثاء. مثلا بك، ويجوز أن نستخدم الباء اللي فيها رأس، يمكن أن أستخدم الباء الكاف نفس السابقة أو أستخدم الكاف الملفوفة، يجوز لي في الحالتين. وكذا الحال مع الباء بدون رأس. نأتي الآن إلى ربط الباء. عندما نقول الباء، باء تاء ثاء مع الدال والذال، يكون عندنا تكون قاعدة ثابتة، الباء مع الدال أو الذال لا يجوز أن نضع رأس للباء أو التاء أو الثاء، لأن الدال أو الذال هي واطئة من الحروف الواطئة فتكتب بهذه الصورة مع الدال أو الذال. مثلا كلمة نداء، كلمة نداء يعني لا يمكن أن نكتب، يعني أن يكون الباء بهذه الصورة مع الدال والذال، هذا لا يمكن، حتى شكلها غير جميل من حيث اتساق الحروف، هذا لا يجوز. في كل الأحوال يكتب سواء باء تاء ثاء نون مع الدال واطئة، سن واطئ. لكن إذا أتينا إلى الكاف، إلى الكاف في أول الكلمة، نلاحظ أن للكاف شكلين، كذلك قاعدة ثابتة هذه، إذا كانت الكاف مرتبطة بألف نستخدم الكاف الملفوفة. نحن الآن في خط الرقعة لنتذكر وليس في خط النسخ، تختلف القاعدة كليا. إذا جاءت في البداية نستخدم الكاف الاعتيادية هذه مع مثلا الباء أو التاء أو الثاء، هذه مراحل الكاف الأولية عندما ترتبط مع حرف واطئ ليس مرتفع، يعني ليس مع ألف أو مع لام ألف أو مع لام أو مع كاف، وسنأتي إليها. الكاف الملفوفة مع من ترتبط؟ ارتباطها فقط مع الأحرف التالية، هذه الكاف الملفوفة، هذه الكاف الملفوفة. ترتبط مع الألف، ترتبط مع الكاف، كاف مع كاف.
كذلك مع الكاف الملفوفة. والكاف الملفوفة شكلين لها، كذلك يمكن استخدمها بهذه الصورة. نعم، الحوض هذا، هذه طولها، هذه المائلة، يعني شوف قاعدتها هذا ميزانها. وتأتي مع الملفوفة مع اللام ألف. الألف هذه تكون في الوسط، يعني في وسط المرحلة الأولى، تأتي في الوسط ما بين البداية ما بين نهاية المرحلة، والألف تكون ألف اللام تكون مائلة كلا، وكذلك تأتي مع اللام. فعندما نكتب كلمة كل كما قلت في الدرس الأول، يعني من هذا الدرس أو في الفقرة الأولى، ننظر دائما إلى الحرف الأخير، موقع الحرف الأخير من السطر. كل في هالحالة أطلع بالكاف الأعلى واللام تكون هي المستقرة على السطر. وأطلع في الألف، ألف تكون صغيرة في اللام. ليش؟ السبب لأن لها إضافة تكملة من الأسفل. كل فقط نستخدم هاي الكاف الملفوفة مع هذه الأحرف لا غير، الباقي هذه الكاف نستخدمها مع عموم الأحرف المتبقية، مع عموم الأحرف المتبقية. نعم، كافين ككل مثلا، ككل نفس الشيء. نعم نفس الشيء، يعني طبعا سواء كانت الكاف في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، نفس الحكم، نفس الحكم. مثال على ذلك، عشان تساوي خطين مع بعض. الله يبارك. نعم، تساوي خطين مع بعض.
انزل شوي تحت. ابدأ بالأعلى. هنا. بارك الله فيك. المفروض السبورة إن شاء الله تجهز بالخطوط. إن شاء الله. هي بالمناسبة أكو سبورة مخططة جاهزة ثابتة الخطوط فيها موجودة في المكتبات، هي تستخدم للسلم الموسيقي. أي السلم الخط يعني. أي فهي هي جيدة. أفضل حتى لو لم يتيسر هذا على الأقل. نعم 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 الله يبارك فيكم. إذا جاءت الكاف الملفوفة في الوسط كما أسلفت نفس الحكم، مثلا كلمة الكادر الكادر. الكادر نفس الشيء، يعني الشرط يكون ملازما يعني للكاف الملفوفة إذا وقع بعدها أو إذا جاء بعدها ألف. ألف يعني أرجع وأكرر، سواء كان ألف ألف مستقلة أو ألف مع يعني كاف لام ألف نفس الشيء. وإذا أردت أن أستخدم الكاف الملفوفة نفس الشيء، هذا الكاف العادية، الآن الكاف الملفوفة اللي يعني الألف فيها ملفوف. الكاتب هو لابد أن يراعى، يعني هو المصور يجب أن تراعي النساء ولا احتجاج بعدين. طيب والباقي الفوق هذا السطر إن شاء الله. إذا وقعت لام نعم نعم إذا وقعت لام بين الكافين تكون بهذه الصورة. نعم ككل نعم هذه لام بين الكافين،
يعني احيانا نكتب نربط الحروف بغض النظر عن المعنى، يعني لان الهدف هو ربط الحروف. ككل الأسنان ملاحظة بعد مهمة، إذا كان عندنا سنين مثلا باء مع باء، يعني عندما نقول باء مع باء، باء تاء ثاء نون ياء، السنين يكونون بهالصورة. لا يمكن أن أرفع السن بهذه الصورة مع الباء، عفوا قبل أن نهدي. إذا اجتمع الثلاثة أسنان عندي، هذه سنين، هذا السن الأول السن الثاني، إذا ثلاثة أسنان مثلا كلمة ثبت، لابد وأن يرتفع السن الوسطي من أجل أن لا يقع اللبس وتقرأ سين أو شين. ثبت هذه ثلاثة أسنان، السن الوسطي يرتفع. يوجد شكل آخر للكتابة، السن الأول يرتفع للأعلى والباء تكون بهذه الصورة، وهذه موجودة في الكراسة مثبتة، ثبتة. فإما أن نستخدم هذا الشكل أو هذا الشكل، ثبت في حالة التقاء ثلاثة أسنان قاعدة ثابتة تكون، السن الأول يكون واطئ لا يكون مرتفع أبدا، يكون واطئ. يعني القاعدة عندما نقول قاعدة في الخط العربي لا نخضع دائما قواعد الخط العربي إلى الجوانب الإملائية واللغوية والنحوية، لا، الجانب الجمالي يقتضي القاعدة. الخطاطين سابقا وضعوا هذه القاعدة كجانب جمالي، يعني إذا ارتفع السن الأول سنين يرتفع تفقد القيمة الجمالية، فلذلك اتفق على أن السن الأول يكون واطئا سواء في هذا الشكل أو في هذا الشكل. إذا اجتمعت ثلاثة أسنان وكرر، السن الأول يكون واطئ، هذه في كل الأحوال سواء ثبت أو بنت أو أيا كان المعنى في القراءة. نعم نعم، ثانية، لا ما مرتفع، نفس السن واطئ، المرتفع يكون بهذه الصورة، هذا يكون مرتفع. لا لا، هو ارتفع لكون التاء، نحن على المبدأ الأول
ننظر إلى آخر حرف موقع من السطر. يعني وكذا الحال، يعني كما يعني أسلفت، النون نون تاء ساء باء ياء لا يرتفع السن مع الدال والذال على الإطلاق، يكون واطئ. موضحة الملاحظة هذه؟ لكن إذا وقعت الكاف الوسطية بين حرفين واطئين تكون الكاف هي الكاف الاعتيادية، يعني كأن مثلا يكتبوا. ليش؟ لأن خضعت للشرط في الكاف الملفوفة، اجى بعدها حرف واطئ، عندنا أحرف مرتفعة وأحرف واطئة. يكتبوا الكاف الاعتيادي سواء اجى بعدها تاء فاء قاف صاد ما عدا، يعني هذه الكاف الاعتيادية تكون بهذه الصورة. في سؤال ضمن الدرس، رجاء ضمن الدرس، يعني نعم تبيين. نعم نخضع للقاعدة، السن الأول واطئ يكون، السن الثالث يكون مرتفعا السن الثاني يكون مرتفع. لكن إذا جاءت كلمة، لنفترض لنكتب كلمة التبيين، فلا يرتفع هذا السن. يرتفع نفس الشيء. ناقص السن. لأن هي عندنا القاعدة، احنا ثلاثة أسنان السن الوسطي يرتفع في كل الأحوال. نعم
التبيين. نعم. نعم. لا لا لا، وسطية تكون، تكون وسطية مثل هذه، نفس الشيء اكتبوا. نعم. يثبتوا. إما أن أكتبها بهذه الصورة، أو تكون على السطر. نعم. نعم. نهاية التاء ممكن تكون معكوفة. التاء معكوفة؟ لا، لأن هو الحوض هذا ينتهي في هالمكان. نعم. طبعا في فن الخط هذه القاعدة. الآن نريد أن يعني عندما نترجم هذا إلى يعني هذه القاعدة إلى في الكتابة العادية، نراعي نفس الشروط والضوابط، نفس الشيء يعني في الكتابة العادية، نفس الشيء عن اللغة العربية. من أجل أن أتكلم العربية الفصحى لابد أن أعرف القواعد، قواعد اللغة العربية، نفس الشيء. تفضل. توجد مدارس يعني مثلا في فروقات، يعني فروقات حقيقة، يعني هي القاعدة نفس القاعدة، نفس القاعدة، لكن أحيانا الكاف يكون قصير ربما شوية، الباء قصير شوي أقصر. القاعدة التركية مثلا ملمومة الخط، يعني الألف بدل ثلاث نقاط يكون تقريبا نقطتين أو نقطتين ونصف، ملموم زيادة. يعني هنا تدخل في الأساليب. هو الياء يعني لما نمد الياء، نعم الياء مثلا أريد أكتب كلمة غني، أحيانا يعني أحيانا تأتي الياء في نهاية السطر. يعني عندما أكتب الياء الاعتيادية وفق القواعد يبقى فراغ. فيعني على سبيل المثال، يعني هذه طبعا متعلقة في مجال التناسق والتناسب، يعني لنفترض الصفحة الآن انتهت في هذا نهاية السطر وجاءت كلمة غني، غني ماكو إشكال الآن. لكن عندما تأتي الكلمة هنا، كلمة غني، يعني الآن إذا أكتب الياء راح يبقى عندي فراغ، هذا الفراغ لا يستوعب كلمة ثانية، وأحيانا حتى إذا كلمة ثانية ربما المعنى ينبتر، فأضطر جوزوا الخطاطين للضرورة، الضرورة لها أحكام منها الباب هذا، يجوز لي أن أمد الياء بهذه الصورة غني من أجل أن ما يبقى فراغ وتبقى النهاية الأصدر يعني كلها بدون فراغ.
سؤاليا ما الخط الأكثر ملائمة للوسائل التعليمية؟ جميع الخطوط هي للوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية درسنا احنا في المدارس سابقا، يعني انا كنت استخدم جميع الخطوط، مثلا كما تسمى مجلة الحائط او صفحة الحائط، البعض يعني لها مسميات كثيرة. فأنا يمكن أن أستخدم خط الرقعة في نفس الوسيلة التعليمية. يمكن أن أستخدم 4-5 أنواع من الخطوط، ما في بأس. يبقى يعني الخطاط هو يختار الخطوط اللي هي ملائمة مع بعضها البعض الآخر مع الكلمات. يمكن أن أستخدم العنوان للوسيلة التعليمية على سبيل المثال بخط الجلد الديواني والنص بالديواني، أو أكتب النص بالرقعة والعنوان أكتبه بخط النسخ، ما في بأس، يعني لا يوجد تناقض. نعم. والسؤال الآخر: الرجاء إظهار كيفية مسك القلم وإعداد قلم الرصاص لكتابة الكتابة. يعني مسكة القلم طبعا هو الآن يعني فن الخط، كما قلت في بداية المحاضرة، لابد من التلمذة على يد الأستاذ أو الشيخ، لابد. لأن الآن أنتم عن بعد، ما جاي مثلا ملاحظتكم غير، ما راح الملاحظة تكون دقيقة كيف أنا ماسك القلم وكيف جاي أحرك القلم، لأن عن بعد. لكن لما أكتب أمام الطالب وماسك القلم الخط، طبيعي راح يعني إيدي أمام الطالب أو الدارس، وراح أبين له هذه ميلانة نحو اليسار. طبعا لكل حرف متطلباتها، لكن عندنا قاعدة، يعني كذلك استفادة الأخت من السؤال، قاعدة ثابتة هذه عندنا في جميع الخطوط إلا الخط الكوفي. الخط الكوفي لأن زوايا، خاصة الزوايا القائمة أغلب الأحيان، جميع لا بأس نكتبها. عند كتابة الأحرف عند كتابة الأحرف العمودية نلاحظ طلعت أنا للأعلى من أجل أن تستقر الواو على السطر. عند كتابة الأحرف العمودية يكون القلم يعني واقفاً. واقفاً. يعني تعقيباً على ما سبق من صار نقاش حول الخط الإملائي والعثماني، الآن هو الآن وإذا. سؤالي همزة قطع ولا هنا ماذا يكون؟ وإذا قطع ليس يجب في الرقعة، لا يوجد تشكيل،
لكن نضع بعض التشكيلات لأجل السياق اللفظي يعني، ففي هالحالة ولا الرقعة لا يوجد فيه تشكيل، فأنا أضع الهمزة وإذا كانت وإذا كانت الأحرف وإذا كانت الأحرف أفقية يكون القلم مائلا. يكون القلم مائلا. نفس الشيء لا توجد في خط الرقعة التنوين، لكن وضعتها. ملاحظة للأخوات، إذا أرادوا أن نحو القاعة، طبعا هذه بالاتفاق مع الإدارة ما في بأس، إذا أردتم أن ألتقي بكم لا يوجد مانع لديه، وإشعاري بورقة. فإذا الأحرف التي تكون عمودية كالألف مثلا، القلم يكون واقف، وإذا كانت الأحرف مائلة يعني أقصد أفقية عفوا، يكون القلم مائل. طبعا هذه تتضح الكتابة أمام الدارس يعني تتضح أكثر. وضح هذه على الأسف.